ناس كتيرة جدا خايفة من تحديث الفيسبوك الجديد، وهل الفيسبوك يستطيع ان هو ينشر صورك وفيديوهاتك الموجودة على الموبايل على الفيسبوك بدون اذن منك؟ يعني خصوصيتك على الفيسبوك هي صفر. هنتعرف مع بعض عن تحديث الفيسبوك الجديد وازاي ان انت تلغيه او تفعله في حسابك على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وسعادة دايما. أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب. خصوصيتك أو خصوصيتك مهمة جدا جدا، خاصة أن أنت لو عندك صور خاصة بيك على الموبايل أو صور خاصة بيك على الموبايل أو فيديوهات أو أي شيء خاص أنت مش حابب تنشره. هل من خلال التحديث الفيسبوك الجديد ده يقدر أن هو ينشر صورك وفيديوهاتك على الفيسبوك بدون إذن منك؟ هنتعرف على كل التفاصيل في هذا الفيديو. هنبدأ ان احنا ندخل على حسابنا على الفيسبوك علشان نتعرف على التحديث الجديد. هبدأ ان انا ادخل كده على الفيسبوك. فتحت الصفحة الرئيسية على الفيسبوك، بعد كده بضغط على صورتي اللي في الجنب دي، بعد كده بنزل لتحت وبضغط على الاعدادات والخصوصية، بعد كده بضغط على الاعدادات، بعد كده بنزل لتحت بختار اقتراحات مشاركة ألبوم الكاميرا. بلاقي عندي هنا ما يسمى باقتراحات مشاركة ألبوم الكاميرا، في قدامك كلام كتير تقدر ان انت تقراه وتتعرف عليه، وتحت عندك هنا بيقول لك تعرف على المزيد، تقدر ان انت تضغط عليها وتعرفها وتعرف المزيد حول هذا التحديث. ولكن خلينا بالمختصر المفيد، ايه هو التحديث ده والمفترض ان انا اعمل ايه؟ باختصار مفيد، التحديث ده انت لو كان مفعل عندك بهذا الشكل، كل الحاجات دي مفعله عندك كده بهذا الشكل، لما تدخل كده على الفيسبوك انت بنفسك كصاحب حساب الفيسبوك داخل مثلا تعمل منشور على الفيسبوك، او داخل ترفع فيديو ريلز، او داخل ترفع فيديو، يعني داخل تعمل حاجه على الفيسبوك، بيبدا ان الفيسبوك يقترح لك، يظهر لك فيديوهات وصور من عندك من على الموبايل على الفيسبوك. ولكن خلينا اكون صريح معاك ان ما يعرضه قدامك انت، امامك انت، انت فقط اللي بتشوفه الى ان تنشره. فالفيسبوك مش هينشر هذه الاشياء بدون اذن منك، ولكن هو بيبدا ان يطلعها من المعرض عندك من جهازك ويبدا ان هو يعرضها قدامك انت كصاحب الحساب. هتقول لي ايه سلبيات هذا الامر؟ ما هو لا يتم نشر هذه الاشياء الموجوده على الموبايل بدون اذن مني. ولكن خلينا اقول لك ان برضو في خطوره في هذا الامر. اول حاجه ان انت الموبايل ده لو في اطفال بيمسكوه في ايديهم وداخلين كده على الفيسبوك، ممكن يظهر صور وفيديوهات خاصه بيكي او بيك انت قدامهم، ممكن يضغطوا على نشر، يبدا يتم نشر هذه الاشياء على الفيسبوك لان بتكون ظاهره امام اللي ماسك الحساب. وممكن ان انت كمان تكون رجل او ست وقاعد مع اصدقائك كده وفاتح الفيسبوك وتتصفح الفيسبوك ويظهر اشياء على الفيسبوك من داخل المعرض عندك، وممكن تكون الاشياء دي خاصه بيكي، صور او فيديوهات خاصه بيكي مش حابه او انت مش حابب ان حد يشوفها. اللي جالس معك هيبدا ان هو يشوفها لو بيبص في الموبايل، يعني لو بينظر لموبايلك وانت ماسكه في ايدك. وبالتالي الافضل هو ان انت تبدا ان انت تلغي كل الكلام ده كله كده بهذا الشكل. تبدا ان انت تلغي الكلام ده كله، ما تخليهوش نشط. انت وانت بتعمل منشور على الفيسبوك او بترفع فيديو او اي شيء، انت لو حابب ان انت تاخذ شيء من داخل المعرض عندك من موبايلك، ابدا ان انت ادخل وجيبه بنفسك وابدا ان انت انشره، ولكن لا يتم اقتراحه امام الناس او على الفيسبوك وانت بتتصفح الفيسبوك. زي ما انت شايف كده بيقول لك يمكنك اداره طريقه استخدام البوم الكاميرا لمساعدتك في الانشاء والمشاركه على فيسبوك. ابدا ان انت الغيها زي ما انا وضحت لك كده بالضبط، كحمايه لخصوصيتك وانت جالس مع اي حد، وفي نفس الوقت ان انت مش ضامن اللي ماسك الموبايل ده طفل او اي حد يبدا ان هو ينشر اي حاجه من عندك ظهرت امامه، الفيسبوك جابها من المعرض وحطها كده امامه ويبدا ان هو يضغط بالخطا ويبدا ينشرها، او انت بنفسك حتى ممكن تخطا وتضغط على نشر وتنشر شيء انت مش حابب تنشره. فانت رجل او ست يجب ان تحافظ على خصوصيتك. تحياتي ليكم، فيديوهات كتيره موجوده في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشئ محتوى وتفيدك لو انت بتستخدم السوشيال ميديا. في امان الله، مع السلامة.